أساسي. واحدة من الحالات السيئة هي التحية هذه اللي ما تمتن بشيء، اللي هي تطلع الإيد بطيء وكأنه مع احترامي لكم يعني ضابط ما عنده لياقة، ما عنده عسكرية، بالبطيء وتصير شنو هاي؟ شنو؟ مين هاي؟ يعني مين جت هاي الحركة؟ ارجعوا على الأفلام وتفرجوا على ضباط الجيش وشوفوا ضباط القوات الخاصة وضباط المشاكل معلمين شلون الإيد من تصعد وتهتز وتنزل من أقصر طريق بحركة رشيقة سريعة، تنطي انطباع أنه الضابط عسكر ومجدود وقوي. أدري يعني ما أعرف أنا هذا مين يعني ما موجود عندنا بتقاليدنا العسكرية أنه هذا الموضوع ينتهي نهائيا، ومسؤول أمامي آمر الفوج وضابط ركن التدريب عن هذا الموضوع.